مجددا المزيد عن تركيب الذرة، تقنية المسرعات. للتعمق بداخل أسرار الذرة أكثر فأكثر، كان العلماء بحاجة إلى تكنولوجيا تسمح لهم بدخول عالم الذرة الصغير جدا، فكانت تقنية المسرعات تسمح لهم بذلك. هذه التقنية تعمل على تسريع جسيمات الذرة كالبروتونات فتعطيها طاقة مرتفعة جدا، بعد ذلك يسمح لهذه الجسيمات بصدم أجزاء نووية للتعرف على هذه الجسيمات بشكل أكبر. لابد أيضا من التحدث عن الانشطار النووي، هو عبارة عن انفكاك نواة كبيرة لا مستقرة مكونة نواة أصغر. هنا تتحرر طاقة كبيرة، وذلك مثل انفكاك نواة اليورانيوم عندما تقذف بنيترون لتشكيل أنوية صغيرة، وعمليات الانشطار مثل هذه تكون متحكم فيها أما يعني أو غير متحكم فيها كالمختبرات النووية والقنابل الذرية. أيضا من الأمثلة على الاندماج النووي عندما أيضا يحدث عندما تلتحم نواة ذات أو نواة ذرات صغيرة لتشكل نواة كبرى. يصاحب عملية التحول هذه تحرر طاقة كبيرة، وهذا ما يعرف بالاندماج النووي، وهذه العملية تكون بحاجة إلى طاقة ضخمة لكن ينتج عنها طاقة أكبر مثل قلب الشمس تماما. وهنا يلزمنا التعرف على الانشطار النووي كما ذكرناها، هو الانفكاك وانفكاك نواة كبيرة ومكونة نواة أصغر وهكذا.